إعادة العمل الوافدة بجدة لمسلسلها المعتاد بحرق إطارة السيارات التالفة بغية استخراج النحاس منها لبيعه إلى أماكن شراء الحديد سكراب بقيمة مالية تتراوح ما بين 1100 و 1130 ريالا للطن الواحد. يأتي ذلك مع اقتراب نقل مردم النفايات إلى أقصى شرق جدة. المدينة رصدت جولتها الفجائية ما يزيد عن 20 عاملا من جنسيات مختلفة أغلبها إفريقية يقومون بحرق الإطارات وتكسير رديميات منازل لإخراج الحديد منها، كما يتعمدون إلى نبش النفايات لإخراج المعلبات الحديدية كعلب المياه الغازية وعلب حفظ المأكولات. أحد العمالة الموجود في الموقع قال أن هناك أناس متعاونين معهم يشترون منهم إطارات السيارات التالفة بقيمة 5 ريالات للإطار الواحد، منوها إلى أن 100 إطار بقيمة 500 ريال قد تخرج نحاسا بقيمة 700 ريال. لهذا أقوم بحرق الإطارات لاستخراج النحاس ومن ثم بيعه، مبينا أن بعض السيارات تقوم برمي مخلفات البناء في المنطقة.